أحييكم وكذلك أحيي زملائي أساتذة الجامعة وأبناء وبنات الطلبة. أهنئكم جميعا بالعيد الخمسيني لجامعة المنصورة. وعلى فكرة جامعة المنصورة هي أول جامعة في مصر بتشرفني بالدكتوراه الفخرية، وكان ده في سنة 2003، يعني تقريبا من 20 سنة أول جامعة مصرية تحييني بالدكتوراه الفخرية. فحبيت أحييكم بالعيد الخمسيني للجامعة، وأتمنى لكم كل تقدم وازدهار، وإن شاء الله أشوفكم على خير في بلد المحبوبة المنصورة. وشكرا وإلى اللقاء.